إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا إخوة الكرام؟ حولكم إن شاء الله تكونوا بخير بسلام صحة وعافية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة بارك الله فيكم لتتوصلوا دائما بأحدث فيديوهات هشام هاشم وأيضا لدعمنا بارك الله فيكم وفي صحتكم. اليوم إن شاء الله سوف نتعلم كيف يتم إضافة صورة متحركة، يعني GIF متحركة في كامتازيا الإصدار 8، تمام؟ فالطريقة في الحقيقة سهلة جدا، وسوف نستخدم الصورة المتحركة وموقع يقوم بتحويلها إلى فيديو لتجاوبها مع كامتازيا 8، والطريقة بسيطة جدا سوف نشرحها لكم. فمثلا تخيل معي، يعني هذه هي الصورة، يعني هذه هي الصورة، سوف نقوم بوضعها. هذه في الأصل صورة GIF، تمام؟ أنا أقوم بتحويلها إلى فيديو وأصبحت على هذا الشكل كما تلاحظون. سوف أقوم بتكبيرها هكذا كما تلاحظون، أصبحت على هذا الشكل كما تلاحظون، أصبحت على هذا الشكل متحركة في الفيديو. أيضا أي شيء يتحرك، لعبة، صورة، أي شيء، أي شيء كان يعني بامتداد GIF يعني متحرك، تستطيع أن تستخدمه داخل الفيديوهات الخاصة بك في برنامج كامتازيا 8. طريقة بسيطة، أولا قبل أن يكون على هذا الشكل كان بهذا الشكل كما تلاحظون، هو سوف أقوم بإضافته ولكن لا يظهر كما تلاحظون، لا يظهر ولا يظهر الآن، جيد، أو الآن لا يظهر. الآن سوف نقوم بتحويله. كيف يتم ذلك؟ سوف نقوم بالدخول إلى هذا الموقع، جيد، هذا الموقع هو الذي سوف يساعدنا في تحويل GIF إلى، يعني سوف تكون بامتداد يعني GIF متحركة ولكن هي PNG، يعني صورة خلفية الخاصة بها لا تظهر، تمام؟ سوف ندخل إلى هذا الموقع الذي سوف يقوم بتحويلها. سوف ننقر على فيديو هذا المكان convert، ثم سوف نختار convert AV، تمام؟ ثم بعد ذلك سوف نختار الصورة، شواء انفيشي، اختيار الصورة او الملف، الصورة الخاصة به هي هذه كما تلاحظون في الفيديو GIF، وهذا الخاص باليوتيوب، يعني تقديم اليوتيوب GIF غير شغال عندي، تمام؟ سوف اقوم ب النقر عليه هكذا، ثم بعد ذلك سوف كونفرت، سوف أقوم بتحويله، يعني عملية بسيطة جدا تستطيع أن تعمل عليها. ها هو الآن قام بتنزيلها كما تلاحظون، هاي كما تلاحظون قام بتنزيلها بامتداد يعني على شكل فيديو. سوف أقوم بأخذها ووضعها في هذا المكان كما تلاحظون، هي الآن سوف أقوم باستخدامها، أقوم بتوقف هذا، أقوم بتكبيرها هكذا. الآن كما تلاحظون، شوف، هذه مع جميع الصور المتحركة سواء لديها خلفية أو مثل هذه، يمكنك يعني تحويلها إلى فيديو بهذه الطريقة، ثم تستطيع استخدامها في الكامتازيا. وأعتقد قد أطلت عليكم، وأي سؤال سوف نجيبكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.